برحب بحضراتكم من جديد. وطبعا مصر والعالم يعني العالم كله بيحتفل بذكرى ميلاد الراحل نجيب محفوظ في ديسمبر من كل عام، بميلاد نجيب محفوظ طبعا خير من أبدع في الأدب العربي وخير ممثل للعرب ومصر في كل المناحي الخاصة بالأدب. الحقيقة طبعا نجيب محفوظ ومحفوظ في القلوب دائما، وأديب عالمي حظي بشهرة دولية خصوصا بعد أن حصل على جائزة نوبل في الأدب، وهو الأدب العربي الوحيد اللي حصل على هذه الجائزة الرفيعة. توج بها طبعا بعد مسيرة حافلة في رحاب الأدب وفي مسيرة الأدب، 110 أعوام على ميلاد نجيب محفوظ. وسنظل نحتفل بهذه المناسبة دائما، لأن في الحقيقة نجيب محفوظ هو إرث ثقافي مهم جدا بالنسبة لمصر والعالم ككل. خلينا نشوف هذا التقرير مع حضراتكم عن ميلاد الراحل نجيب محفوظ. 110 أعوام مرت على ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، الذي يعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وهو صاحب المرحلة المحفوظية التي يسميها النقاد أيضا باسم المرحلة الواقعية. فكثير من أسماء رواياته مستمد من بيئة الحسين، مثل خان الخليل وزقاق المذاق وبين القصرين وقصر الشوق والسكرية، وكلها أسماء شوارع وأزقة في حي الحسين انتقلت إلى عالم نجيب محفوظ الروائي الذي رفع راية الحسين، فأصبحنا نشم رائحة هذا الحي ونكاد نرى خريطته الجغرافية والإنسانية معا في كتاباته. نجيب محفوظ كتب روايته بإلهامات الحي الحسيني لينتقل إلى العالمية في روايته التي تدور أحداثها في مستهل سنوات الأربعينات من القرن الماضي وأعوام الحرب العالمية الثانية. وتعد زقاق المذاق واحدة من أهم روايات نجيب محفوظ، نشرت عام 1947، وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقة المتفرعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة. وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضي. رحلة الأديب المصري نجيب محفوظ رحلة مليئة بالتحديات، حيث بدأ الكتابة في ثلاثينيات القرن الماضي، ولم تلقى كتابته اهتماما حتى قرب نهاية الخمسينيات، وبدأت كتابته في السطوع بعد تناوله للشارع المصري والحياة الشعبية في أحياء الحسين، وهو ما نال عليه جائزة نوبل والعديد من الجوائز الأخرى. وتوفي في 29 من أغسطس عام 2006 عن عمر ناهز 95، ليبقى نجيب محفوظ أسطورة أدبية مصريا وعربيا. حقيقة طبعا يظل نجيب محفوظ أسطورة مصرية وعربية وعالمية في الحقيقة في مجال الأدب بشكل كبير جدا. معنا للتعليق على هذه الذكرى العطرة دكتور ماهر محمد قبيل، الكاتب والأديب. دكتور ماهر برحب بحضرتك. محمد ماهر قبيل مش ماهر. أهلا محمد وسهلا دكتور. أهلا وسهلا دكتور محمد. دكتور محمد، في الحقيقة طبعا يعني ذكرى ميلاد الكاتب الكبير نجيب محفوظ ذكرى سنظل نحتفي بها لسنوات وسنوات رغم مرور 110 سنوات على ميلاده، لكن سنظل نحتفل بهذه الذكرى العطرة. نجيب محفوظ من الأحياء دائما، حي بأعماله، حي بتاريخه، حي بسيرته الذاتية العطرة التي نتعلم منها ككتاب، الدقة الشديدة، الانضباط الشديد في المواعيد، الالتزام الأخلاقي، الأبوة للكتاب والأدباء، الأستاذية الحقة التي تميز بها هذا الجيل. ليس نجيب محفوظ وحده، جيل الدكتور طه حسين تميز، ونجيب محفوظ أحد تلاميذ طه حسين برضو تميزوا بالأستاذية، بأنهم ياخدوا بإيد أجيال تأتي بعدهم وأنهم يسددوا الدين زي ما أساتذتهم علموهم وخدوا بإيدهم، هم كانوا بياخدوا بإيد تلاميذهم. فهذا الجيل كان يمثل الريادة بكل معانيها، أنه مش كفاية أني أكون كاتب قدير، لكن لازم أكون إنسان مثالي، لازم تكون سيرتي الذاتية
قدوة وأسوة وكتاب كبير يمكن أهم من كل الكتب الأخرى. نعم. طيب دكتور محمد، أيضا يعني الحقيقة نجيب محفوظ من كبار الكتاب في مصر والعالم. هي لما سئل في مقابلة تلفزيونية بما أنت أثرت، أجاب على الفور: تتلمذ على يد طه حسين والعقاد والمزني، هيكل توفيق الحكيم، أخذت منهم كل فائدة لا تقدر بثمن. الحقيقة طبعا ده يعني اعتراف بالفضل للآخرين، ولازم نقتدي منه أنه يعترف بمن تعلم ومن اقتدى وكان مين معاه خلال مسيرته دائما. يعني احنا كلنا تتلمذنا عليهم، يعني يمكن ما كانش لنا شرف مقابلتهم، لكن تتلمذنا على كتبهم، كانت كتبهم موجودة في بيوتنا، وكنا جيل يعني يمكن ما كانش فيه في وقتنا الانترنت والنشر الالكتروني والاشياء الاخرى اللي ممكن تشدنا من الكتاب الورقي، فكان الكتاب الورقي هو قدس الاقداس في حياتنا. يعني حتى التلفزيون لما دخل حياتنا على استحياء بقناتين ارضيتين وابيض واسود ويخلصوا الساعة 12 بالليل، فما كانش فيه عوامل جذب تاخدنا من الكتاب الورقي، فكلنا تتلمذنا على هؤلاء العظام وكلنا اتعلمنا منهم وتعلمنا من سيرتهم الذاتية كمان، الكفاح والمثابرة والدأب. يعني انت لو خدت السيرة الذاتية للدكتور طه حسين وكل عوامل التعويق اللي واجهته في حياته من المرض، من الإصابة، من الظروف الصعبة، النشأة في قرية بسيطة، والناس اللي حاربوه واللي جعلوا من إعاقته سلاح ضده، وقدر يتغلب على كل ذلك ويتحول إلى أعظم كاتب عربي. نجيب محفوظ أعظم كاتب روائي، وأسس مدرسة وقدم الثلاثية اللي بتمثل علامة بارزة في الأدب العالمي، لأنها بتؤرخ لمصر من خلال رواية، وأعظم تأريخ لأي بلد هو التأريخ الأدبي. لكن أنت لما تأرخ لمصر أنت بتأرخ لقلب العالم، بتأرخ لجوهر الحضارة الإنسانية اللي هي مصر باعتراف العالم كله. مصر يعني ما قيل عنها لا يمثل إلا جزء من الحقيقة. لما نابليون يقول: من يسيطر على مصر يسيطر على العالم. مصر ما يحدث فيها يتداعى في العالم كله، يعني يتداعى من الهند إلى كوبا. تحرير الهند استلهم تحرير مصر. هناك أكثر من 5 رسائل دكتوراه بتتحدث عن تأثر جاندي وحركة العصيان المدني في الهند بسعد زغلول وحركة التحرر الوطني في مصر. كاسترو قال إنه استلهم مقاومة مصر للعدوان الثلاثي لما قام بحركته في كوبا. فهذا التأثير العظيم لمصر مش على المنطقة العربية بس، التأثير العظيم لمصر على العالم بأسره مرتبط أيضا بنجيب محفوظ، لأن نجيب محفوظ استلهم العظمة المصرية، ما سافرش وعمل نفسه رحالة وقعد يلف يقعد هنا شوية وهنا شوية، لا، من قلب مصر ومن بقائه في مصر، وكان قليل السفر جدا، يعني ما كانش ميال للسفر ولا للرحلات، إنما من الذاتية المحلية قدر يصنع العظمة العالمية. فكان في ذلك مثله مثل تولستوي في روسيا، وبوشكين في روسيا، مثل شكسبير في بريطانيا، مثل جوتا في ألمانيا، مثل سيرفانتس في أسبانيا، مثل دانتي في إيطاليا. كان نجيب محفوظ هو رمز الأدب المصري. صحيح. في المرحلة اللي احنا عشناها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ماهر قبيلة، الكاتب والأديب، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقة طبعا مسيرة نجيب محفوظ يعني خالدة في ذكرانا، وكتبه طبعا أثرت فينا كثيرا خلال السنوات الماضية، ورحمة الله عليه، وسنظل دائما نتذكره في عيد ميلاده دائما 110. في ختام هذه الحلقة من هذا الصباح تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. Thank you.